توا باش نعطيكم 5 علامات تدل اللي انت باندا حاير في حياتكم بالطعم في حد شيء تفكيرك الكل كان في الماكله عندك حركات غبيه وتطيح من الفرش وتدعثر برشا وديما تضرب في صبعك في الحرف نتاع البنك نهار كامل وانت مبيل وراكد وديما تتساهم اللي عنده باندا في حياته يماركيونا في الفيديو خلي يشوف خواته شكون كان يعرف اللي الموطن الأصلي متاع الباندا الجميل والكيوت هو الصين وبالتحديد في المدينة اللي نحنا فيها شانغدو لك أن تتخيل أنه الباندا هذايا الأصل متاعه صيني وإذا ريت أي باندا في أي بلاد في العالم واللي هما شوية على الأخر راهو باش يكون بالأساس ولد المدينة هذايا شانغدو دونك احنا اليوم جينا للبارك الشهير هذايا اللي يعطيك الفرصة باش تعمل دورة وتشوف الباندا كاي عن كثب من قريب الباندا الجميل الكيوت نجم تشوفه ونحن في الصين يعني ما تنجمش تضيع فرصة كما هذايا Thank you, yes, yes وقفت خويا باش نعطيها ساندويتش هاو كما تشوفوا فيه هنا يتباع قبل ما ندخلوا للباندا ساندويتش دجاج وملاوي هاو كتحس يا معلم بما اني قمت مؤخر ما خلطتش حتى باش نفطر الصباح بكري جينا شفت طقس والشتاء والجو ثانك يو وخذينا حليب شي دونت هاف كوفي No, she don't have to. Milk, just milk. Soya bean milk. اه اوكي. انا ناخذه في فطورنا، الساندويتش طلع ناجح جاو باهي، الحليب مش ناجح بلاش سكر دونك خليته. من هنا ناخذ التيكي نتاعنا وندخلوا، وبالنسبة لفازة الحليب عطيتها 15 يو ان، بحكم الناس الكل هما يخلصوا بالكيو ار كود وبوجوههم وبيديهم، قالت لي ما عنديش صرف مش نجيب لك صرف. عطتني الحليب طلعت هي خاسرة معايا، في الآخر طلعنا خاسرين الزوز. As you can see, this is the new area of the panda base in Chengdu. Around every 5 to 10 years, we need to enlarge the panda base. So this is the second time we enlarge this place. All the places you can see, that is the panda base. And behind the mountain over there, that is the old area. And we'll also go there. It's good to come here in the cool weather because the panda, they like cold weather very much. They will be very active. If you come here in the summertime and sunny day, when temperature is above 26 degrees, the pandas will go inside. They will not stay outside having their breakfast. Yeah, so it's a good time for us to go and see the pandas. كما تشوفوا أحباب المهدين قضينا الوحيدة هذه تشوفوا فيها ترك 14 ولا 13 ولا ما نعرف على خاطر الطريق طويل تنجم تكمل في تنجم تمشي على ساقيك اما شنو الفازه الشتاء تصب وتزيد بعيده المسافه وانا نحب نربح شويه وقت هبطنا تو مكلو حايد توك توك ولا درشنيه المهم شوف المنظر كيفاه شوف قداش لاهين بها معناها يعني هي في حد ذاتها كي تبدا تتمشى يعني تبدا مستمتعه من الجو الشتاء تصب وما عرفتش علاش شيخ على الشتاء انا اليوم فهم برشا عباد واقفين يتفرجوا دونك نشوفوا اول كعبه باندا شوف قداش فما عباد هذوما كل واقفين باش يتفرجوا الباندا هذا هو الباندا انا بالنسبه لي انا اول مره في حياتي نشوف الباندا شنو اللي لاحظ كونه ماهوش ابيض وكحل ما نعرفش هو هذا مرمد روحه والا هو هذا هو لونه تحسه بيج وتحسه كيوت هكا حيوان كيوت ما حبش يدور ساق ونظيف شو اذنيه محلاهم شو كيفاش مبنك راكش احلاه باندا كان يدور لنا شلم علينا نظر كيفاش اسك فاش يتكابر شوف باندوش كيفاش شيخ يلعب عامل جو نظر محلاه هالصحت وجو به يا والله جيت بقول ما قدرت نسميها باندا في باندا بطبيعته هذا الباندا الحجار شوفوا اعطيهم ظهره وشوف العباد اللي تستنى فيه باش يدور هذوما الكل اللي يستناو في الباندا باش يدور كل مره يعطيهم عناينة صغيره شوف كيف قاعد مسكين حزين الباندا شوف هذا محلاه شو محلاه الباندا هذا كيفاش يدحدح بص كيفاش قاعد ياكل ولا يلعب مخلي خوه راقد وجاي هنا ياسر شباب ياسر مزيان بالحق شوف هذوما الزوز الاخوات قاعدين يلعبوا شيخين عاملين جو شو محليهم قداشهم كيوت شو باندا هذاك كيفاش واحد مطيش في الشجره يضرب في اللوم والاخر بص كيفاش قاعد يدلد بالنسبه للباندا طلع ياكل طلع حيوان نظيف على الاخر عجبني انا كبر في عيني الباندا علاش اولا الماكله نتاعو اللي هي البامبو يعني القصب هذه ياك شفتو كيفاش معنقها وياكل فيها والاقوى من هذا حاشاكم اما باش نوريكم خاطر المنظر مريقل على الاخر هذا التواليت نتاع الباندا التواليت نتاع الباندا زاده بامبو معناها جاوا به واحد ربي في الدار مريقل شوف هنا كيفاش حاطين التصاور نتاع الباندا المراحل النمو نتاعو شوف كيفاش كل فار
هو ديجا كان كل فاروق زر هنا كيف فرفور وكيف كيف للي يكبر اخويا ويولي باندا. سوم التيكي باش تدخل تعدي نهار في البارك وتشوف الباندا وفما كل شيء هنا على فكره 55 يوان وتخيلوا يدخلوا في اكثر من 50 مليار دولار متساكر للناس اللي تحب تجي الباندا. مالا الباندا راي ضارب الباندا العبيد تجي من اخر الدنيا باش يشوفوه شوف قداش يعمل فلوس. والباندا ذي اخويا بما انها محبوبه على الاخر وما هيش موجوده في حتى بلاد كان في الصين ديرنييرمون امريكا كريت 6 كعبات باندا سيد 6 كعبات وترجعهم بعد 6 سنين. شوف الاستثمار ما قوية 6 كعبات وترجعهم بعد 6 سنين وتدفع كل عام مليار على الباندا الواحد. دونك اي باندا تشوفوها في اي بلاد راي خارجة من هنا. شوف هذوم كعبات باندا قاعدين يلعبوا صغار يتصوروا معاهم والمحل في حد ذاته يبيع شانغدو جيفت. شانغدو اللي هي البلاصة اللي احنا فيها تاو وهذه لعبة تقليدية كما نقولوا احنا عنا الديمينو اسمها ماجان يعني تشوفهم برشا يلعبوا في الجنينة يمسرتوا الكبار في العمر. دونك تعالوا نمشيو نصوروهم. شوف المحل اللي جا ندخلوا نعملوا طلة صغيرة باش يفهم عباد مهتمة يقولوا لي مهدي شبيك ما دخلتناش ندخلكم اخوي. باندا لابس كابيوش كيوت الصغار توا باش يوليو يحبوا على الباندا يعني كل شيء باندا حتى المدينة في حد ذاتها باندا. شابوات متاع الصغار اكسسوارات بورتيكلي سيكان كل شيء يعني عنده برشا متابعين وعنده برشا احباب يحبوه. فهمت كي جيت هنا يعني راه عنده برشا فانات الباندا ذا. هذوما الباندا اللي موجودين غادي مصورينهم. بالحق تحس الباندا عنده علاقه بالصين. تعرفوا باندا كونغ فو الموفي هذيك الانيميشن كوميك هو اللي هو باندا وصيني في نفس الوقت يعني حاجه منطقيه جدا. وشوفش فما هنا فما كيما الفود كورت يبيعوا الماكله يبيعوا اللعب هذوما تربح باندا يبيعوا ايس كريم العباد يقعدوا هنا يرتاحوا يفطروا لا بلاصه مزيانه على الاخر. كيف تلقى برشا عباد يبيعوا الحاجات الحلوه السويت يعني كيما هذوما حاجات تراديسيونيل نتاع الصين اللي هما حاجات حلوه وانواع واشكال نتاع الجو. وعلى فكره الجو لهنا والغله حلوه برشا في الصين يعني حلوه بطريقه كبيره وبنينه ما كنتش نتوقع زاد الفازه هذه. وان برانسيب من هنا نحن باش نخرجوا نشوف الدروج وشوف المنظر كيفاش عاملينه. اسمع في الصين طلعوا ما يخدموا حتى حاجه كاكاو بر يعني يخدموا حاجه على قاعده صحيحه يلي ما فماش الطبل فيه تاكا الديتاي الصغار. محور الصين هذالي قاعدين نصوروا فيه نعتبروه درس. شوفوا العباد كيفاش تحب بلادها. تخيل نحن في الصين نمشيو من مدينه لمدينه يعني ما فماش حتى فرق بين مدينه واختها وراو المدن يبعدوا على بعضهم راهو بالطياره بالاربع والخمسه سوايع وتمشي وتلقى الابراج والخدمه والبنيه التحتيه والعالم وكل شيء. فريمون درس الصين. شوف الاكزيت محلاه ما احنا كنا عباره في بلاصه واطيه. دونك كيما تشوفوا هذايا الاكزيت عباره احنا كنا في بلاصه لوطة وتو باش نطلعوا لفوق من هنا وننطلقوا على رواحنا. المشهد جميل على الاخر باش نتكب نجي على وجهي. شوف محلاه الفاز حاسس الميكرو مش يمشي والله وقال سو نايس. Panda Base is very popular. So many people here. So some people jump the queue. So they might get problems with each other. So the police got the tips here. Don't fight. And this is a cost for your fight. Don't fight. If you lose, you go to hospital. If you win, you go to jail. Yeah. This is a different set, a different expense. So slightly injured or the major injured. So this is a very basic cost. So if you get the record in the police station, you cannot serve the army and your future generation might get affected. And the officer, if you work for the government, you might not be accepted. Yeah, that is the basic cost. The rest, you need to pay for the lawyer, you need to pay for the medicine, you also need to pay the loss of your salary. كما تشوفوا عندكم تو اوبشنز يا تجيو تتمشاو ولا يا برجوليه صعيبه على خاطر الطريق طويل باش توصلوا لاول باندا والبلايس يعني اللي لازمكم تدوروا فيهم يا تاخذوا له حاجه هذا راه اسمه هذاك نتاع الجولف عرفتوا اللي واصل لما يهز برشا عباد فهمتني سيد حسين بلاط. وكما تشوف شوف غادي يعني حتى كي تتعدى تشوف برشا حاجات يعني البارك ماهوش مجرد بارك تجي تشوف الباندا بركه لا برشا جو يعني فما يدور لي شوبينج مول هذا جمله واحده يبيع برشا حاجات ريستورانات قهاوي سوفينير اكتيفيتي العاب بلايس تعمل فيهم تصاور. والطريق في حد ذاته اغزر له كيفاه شبيب يعني بالكدا بالكدا الطريق طريق نظيف اشجار على اليمين على اليسار وانت رابخ اخويا وشايف على روحك.
باش تعرف قداش الصين قاعدة تخلق في فرص عمل. توا فما برشا ناس قاعدين يقراو في التخصص نتاع الباندا بارك. تخيل انت معناها فما ناس قاعدة تقرا على الباندا كيفاش تتلهى بها، شنو لازمها تاكل، كيفاش يهيئوا لها الجو باش تتكاثر اكثر. جوست باندا باركة يعني هذا ديجا ولا في حد ذاته ثانك يو سوري دونك هذا ديجا في حد ذاته ولا مستقبل. والمعلوماتكم في العالم الكل فما 2000 كعبة باندا، فيهم 1600 عايشين في الطبيعة مش في البارك هذا، معناها قاعدين يحوسوا وعايشين في الغابة بطريقة طبيعية، وهم قاعدين يراقبوا فيهم من بعيد ويهيئوا لهم في الجو باش يتكاثروا على خاطر ما مش برشا. 1600 كعبة تعيش في الغابة و400 مفرقين بين الصين وأبار اللي كريتهم البر. على العموم البلاصة مزيانة على الاخر، حتى كان جيت تتمشى فيها تسقاوتك وتدور، فما كل شيء نقص كان مول، معناها فما الكوفي شوب، ريستورانات، فما التواليت مجهزة بالكامل، وفما منين تشري سوفينير، وبرشا عباد يجيو لهنا ويشريو كاسكيت باندا ويشريو دبدوب باندا وفاست هذوما الكل، وبرشا عباد مغرومين بالباندا. انا في باليش الباندا طلع عنده فانات في العالم، شكون يحب الباندا يخلينا تعليق. Bop.